ازيكم يا مواليد برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الاسد ليوم 23 ديسمبر كانون الاول 2022. مش متاح عندك النهاردة انك تشجع الاشخاص اللي حواليك علشان يبقوا متحمسين اكتر في اليوم ده. هيبقى فيه شعور كبير جدا بالتحفظ والانطوائية اللي بيسرق منك طاقتك في اليوم ده. عليك بس انك تكون عارف ده بشكل كويس وتعرف تحتفظ بحاجة بسيطة من شخصيتك، ما تعقدهاش اكتر، وما تفتكرش انك هتبقى دايما نشيط كده. لازم ترتاح شوية حتى لو لفترة بسيطة. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة، بينبغي انك تبقى اكتر صبر مع حبيبك وشريكك وتتحمل كل تجاوزاته خصوصا لو كانت مش معتمدة. بالنسبة ليك مهنيا، هتفتح ليك ابواب جديدة هتحسن بيها شغلك وهتستغلها استغلال كويس جدا. كل الفرص الحالية هتبقى بتظهر في انها ترقيك في وظيفتك الحالية. بالنسبة ليك صحيا، ما تتهاونش في كتير من الامور اللي هتبقى بتشكل ليك خطر كبير جدا في صحتك في المستقبل. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، هيقضي القمر يوم في برج العقرب الثاقب والمدرك. هنبقى بنميل اكتر للقراءة بين كل الكلمات، هنتوازي اكتر مع عطارد وزهرة، هنميل اننا نحلل مشاعرنا وعلاقتنا. هيدخل كوكب المشتري برج الحمل، وكوكب المشتري في برج الحمل لأول مرة من 10 مايو، لكن بعد الفترة دي هيرجع للورا بشكل كبير لحد ما يدخل برج الحوت. هيدخل كوكب المشتري مرة تانية وهيبقى لي 16/5/2023. هيشجعنا العبور ده علشان نحتضن روح المبادرة والاستقلالية. هيكون عندنا فرصة نزدهر اكتر لما بنتولى زمام المبادرات ونبادر ونلهم الاشخاص اللي حوالينا. هيظهر عندنا حماس شجاعة كبيرة. المناطق تعتبر مزدهرة جدا، ودي اللي هتدينا الفرصة باننا نبتكر ويبقى عندنا ريادة وقيادة. هيقودنا ده كله بالايمان بانفسنا والظروف اللي بتعتبر مواتية عندنا. الحظ السعيد معانا بشكل كبير والثقة واضحة في كل قدراتنا علشان نعيد اختراع حياتنا ونتقدم بشكل كبير وبثقة. في تحديات كتيرة هتبقى بنواجهها قوية من خلال الفترة دي. هنبقى بنقبل الحياة هي اللي بتصنعه، واحنا بنستمتع بالمنافسة لانها بتدفعنا اننا نقوم بعمل افضل ما عندنا. ايماننا بنفسنا هيجيب لنا روح ريادة هنعيش فيها. هنغتنم كل الفرص بسرعة كبيرة. هنراقب اننا ناخد كل الحاجات الحلوة في الحاجات الاهم. هيكون عندنا احساس حلو جدا. هنفشل شوية في اننا نراعي احساس الاشخاص اللي حوالينا، لكن هيسيب لنا فرصة بشكل كويس وثقة حلوة جدا عشان نتعلم.